حدثنا عبد الله بن محمد، حدثنا معاوية بن عمرو، حدثنا أبو إسحاق عن موسى بن عقبة، عن سالم أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله، وكان كاتبًا قال: كتب إليه عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. تابعه الأويسي عن ابن أبي الزناد عن موسى بن عقبة.